بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كور. اليوم غنشوفو التمرين رقم 15 بالنسبه للسيركو الكتريك اللي كاينه في السيريال اللي كاينه في صندوق الوصف. وغادي نشوفو فيه يعني واحد التمرين على لا ديفيزيون دو طونسيون. شنو التمرين في الحصه السابقه ضروري تشوفو عاد تشوف هذا، حيت برهنا من جد ديك لا ديفيزيون دو طونسيون يعني الى اخره. دابا غنشوفو كيفاش غنجبدو، حيت هو هنايا في التمرين قال لك كالكولي U1 U2 U3 U4، حيث انه عطانا المؤلف كيعطي واحد 5 دور. وحنا غادي نحسبو U1 اللي كاينه ما بين مربطه، يعني ها هي شده التيار اي كتجي من هنا. اذا التمثيل U1 هو اللي هنا، هذا U1، هذا U2، هذا U4، وهذا U3. لا ديفيزيون دو طونسيون مهمه بزاف، لا ديفيزيون دو طونسيون مهمه بزاف، حيت يمكن نحسب U1 U2 U3 U4 واخا ما عندي حتى واحد فيهم، عندي غير القيمه ديال هادي القيمه ديال لي ريزيستون، صافي بارك عندي. شنو كيقول لك لا ديفيزيون دو طونسيون؟ عبرنا عليها الحصه السابقه، يكون شحال ما عندك من ريزيستون، المهم انهم يكونوا على التوالي مع هاد المولدات. اذا بالنسبه لU1 باغي نحسب انا U1، شنو ندير؟ كنكتب اولا المقاومه ديالو هنا R1، ولتحت كندير كنجمع المقاومات كاملين، شنو هما؟ R1 زائد R2 زائد R3 زائد R4. الخطوة الأخيرة شنو هي؟ كنضربو في القيمة ديال هادشي اللي كيعطينا المولد، ديال التوتر اللي كيعطينا المولد، اللي هي نسميها U كتساوي لنا 5 فولت. إذا في U1 شنو كيساوي لنا؟ نعوض R1، شنو هي R1؟ هي واحد أوم، ولكل عالم R1 اللي هي واحد زائد R2 اللي هي 3 زائد R3 اللي هي 4 زائد R4 اللي هي 2 مضروبة في U، U شنو هي؟ هي 5 فولت مضروبة في 5. إذا U1 شنو كيساوي لنا؟ واحد على واحد، واحد غتبقى واحد، واحد في 5 هي 5، ولتحت 2 زائد 3 5، و 4 زائد 1 5، و 5 زائد 5 10، اللي كتساوي لنا هي واحد على 2 واللي هي 0.5 فولت. طبيعي 5 على 10 كنحتاج له 5 كتبقى 1 على 2، 1 على 2 هي 0.5 فولت. اذا قيمة U1 شحال هي؟ هي U1 0.5 فولت. اذا حنا شنو باش نتاكد في الاخر؟ في الاخر خصني نحسب U1 زائد U2 زائد U3 زائد U4، شنو نلقى كيساوي؟ هو هاد U هذا، والقيمة هو ديك شدة التوتر اللي كيعطينا، شنو اللي كيعطينا؟ هو التوتر اللي كيعطينا هاد المولد هذا، صافي. التوتر اللي كيعطينا المولد هو المجموع ديال هادو كاملين، يعني نجمع U1 زائد U2 زائد U3 زائد U4 تلقى هي 5 فولت. إذا خرجنا U1 بهاد الطريقة، نخرجو دابا U2، رجعو U2، رجعو U2، شنو غنجي؟ غنجي من هنا، كانت عندي واحد هنا غنمسحها، هنا غنمسحها، ولكن نركز واش تما مسميها يعني واحد ولا شنو مسميها. إذا هنا إي دو شنو كتساوي لنا؟ إر دو، يعني شدة التوتر، يعني التوتر اللي كاين ما بين المربطة هي هاد ريزيستون إر دو. شنو كتساوي لنا؟ هي إر دو على المجموع ديال لي ريزيستون ضرب في إي اللي هي التوتر اللي كيعطينا المولد. إذا إي دو شنو كيساوي لنا؟ إر دو، القيمة ديال ريزيستون إر دو هي 3 أوم. إذا 3 علاش؟ R1 هي واحد، R2 هي 3، R3 هي 4، قيمة R5 هي 2 أوم، مضروبة في H 5 فولت. إذا E2 شنو كتساوي لنا؟ 3 في 5 على إيش؟ على 10، حيت لتحت 1 زائد 3 4، و 4 زائد 4 8، و 8 زائد 2 10، صافي. شنو كيساوي لي هادشي؟ 3 في 5، هنا باش ما نكتب القيمة في الآخر نكتبها، راه باينة بالفولت، حيت هنا الأوم مع الأوم اللي كاينة تحت كيمشي كيبقى لي الفولت. إذا 3 في 5 على 10، يعني نختار لك واحد 5 مع ديك العشرة اللي كاينة لتحت، شنو غتبقى لي؟ 3 على 2 اللي هي 1.5 فولت، صافي 1.5 فولت. إذا إي دو هي 1.5 فولت، صافي بي دو هي 1.5 فولت. دابا نمشي لإي تروا، إي تروا غنجي من هنا غنحيد جوج، غنحيد جوج، غنكتب 3 و 3. إذا إي تروا شنو كتساوي؟ إر
طروا على المجموع ديال لي ريزيستون نضرب في اللي هي 5 كبار. ار طروا شنو هي؟ هي هذه اللي كاينه ما بين هي المقاومه اللي كاينه في ما بين هي المقاومه اللي كاينه اللي هي القيمه ديالها 4 اوم. علاش؟ على 1 زائد 3 زائد 4 زائد 2 مجموع المقاومات نضرب في اش في شده التيار اللي كيعطينا المولد اللي هي 5. اذا اي طروا شحال هي؟ 4 على 1 زائد هذه عطاتنا 10، اذا 4 في 5 على 10. هنا 10 شحال هي 10؟ 10 هي 5 في 2، 10 هي 5 في 2 غير باش تبان لكم، 10 هي 5 في 2 وبالنسبه ل 4 هي 2 في 2. هنا غيكون واحد الاختزال، 2 مع 2 5 مع 5 تبقى لي هي 2 فولت. بالنسبة لـ إيطروا هي جوج فولت، إيطروا هي جوج فولت، صافي هي جوج فولت. هنا إلا جمعنا هادو جوج مع جوج 4، صافي 4. إذا أنا دابا تأكدت بلي هنا خصها تخرج لي 1 فولت، وين نحسب بي 4 تخرج لي 1 فولت، صافي خصنا نحسب بي 4 تخرج لي شحال 1 فولت. حنا غنشوف واش غتخرج لينا 1 فولت ولا لا. علاش؟ حيت المجموع ديال هادو كاملين خصو يساوي لي شدة يعني التوتر اللي كيعطيني المولد، صافي قيمة التوتر اللي كيعطيني المولد. إذا هنا إي 4 غتكون هنا إي 4، إذا إي 4 على مجموع لي ريزيستون نضرب في إي 4 شحال هي؟ إي 4 راهي 2 قسوم على المجموع هو 1 زائد 3 زائد 4 زائد 2 مضروب في إيش؟ قيمة شدة التوتر، قيمة التوتر اللي هو 5، يعني كيعطيني المولد اللي هو 5. إي 4 شحال عندكم؟ 2 في 5 على 10 اللي هي 1، 2 في 5 هي 10 و 10 على 10 هي 1. ها هي قلت لكم غتخرج 1 وخرجات 1 ضروري غتخرج 1. هي 4 شحال كتساوي لنا؟ هي 1 فولت، صافي. والمجموع ديالو كاملين كيساوي لي 5 فولت اللي هي التوتر اللي كيعطيني المولد، صافي. اذا هذه هي لا ديفيزيون دو طونسيون. العلاقه ديالها هي لا بغيتي ولكن خصهم يكونوا اون سيري، يعني ما تكونش شي توازي ولا كلشي اون سيري. لا ريزيستون على المواد اون سيري. شنو لا بغيت انا قيمه واحد التوتر ما بين الاربطاي واحد الريزيستون اش كندير؟ كندير داك القيمه ديال داك الريزيستون قسم على مجموع القيم ديال الريزيستون ضروبه في التوتر ديال المواد وكتعطيني القيمه شحال كتساوي. اذا هذه هي الفكره ديال لا ديفيزيون دو طونسيون. حصة مقبلة نشوفو لا ديفيزيون دو كورد، إذا نشوفو حصة مقبلة مع تمرين أ.